لما غيرت الاتيتيود لما زودت الاورنس كده شجعتهم عملت موتيفيشن هم عملوا تشينج
في البيهافير، بس كمان لازم اوفر لهم سكيل مهارات، اوفر لهم سوشيال وفيزيكال انفايرمنت تناسب التشنج الجديد، اعمل لهم ايكوبنج، اجهز الناس دي بسكيل معينه، اوفر لهم حاجات، اوفر لهم ادويه تساعدهم على البطل الداخلي، اكلمهم عن الرياضه فاوفر لهم نوادي، اكلمهم عن الاكل الصحي فاوفر لهم اورجانيك فود، فاوفر لهم حاجات تناسبهم ان هم يحافظوا على التشنج. حد في مشكله؟ يبقى الهيلث اديوكيشن عباره عن بلاند اوبورتونست، والتعليم ده مهم جدا جدا مصر. بلاند اوبورتونست للبيبل عشان حاجتين، ليرن اباوت الهيلث، واعمل موتيفيشن ان هم يغيروا اي باد بيهافير. الكلام ده بيعدي باربع خطوات، اول حاجه انا افرمهم انفورميشن، بروفايدنج فور انفورميشن، فزود الاورنس، اعمل موتيفيشن احفزهم ان هم يغيروا يعملوا تشنج في الباد بيهافير، واخر حاجه اجهزهم ايكوبنج البيبل دول ويز سكيل، السكيل دي تساعدهم ان هم يعملوا مينترنس وما يحافظوا على البيهافير الجديد ده. مشكله؟ طيب ايه الجول؟ ايه الهدف بتاعي؟ ايه الهدف؟ ان انا اعمل الناس هيلث اديوكيشن. هو الهدف الاخير، الهدف الاساسي ايه؟ ان انا اعمل تشينج في البيبر. عشان اعمل تشينج في البيبر بعدي على ست خطوات قبل. اول حاجه ان اعمل لهم حاجه اسمها هيلث كونشسنس، ان ازود وعيهم عن الهيلث. حوار بيني وبين الاسلام، بقول الاسلام المذاكره دي حاجه كويسه، فبالتالي زودت الاويرنس، زودت الكونشسنس بتاع الاسلام عن مين؟ عن المذاكره. كويسه ليه؟ عشان هتذاكر هتجيب درجات، هتعلم في الجامعه، هتاخد نيابه، الناس هتحترمك، هتبقى ليك مكانه في المجتمع. فبالتالي اوفر لهم انفورميشن، معلومات تفسر الخطوه الاولانيه. يبقى اول حاجه اسمها هيلث كونشسنس جول، هدفي ان ازود الكونشسنس بتاع الهيلث، ان اقول لك مثلا ان الاكسرسايز حاجه كويسه، ان الرياضه حاجه كويسه، ان اقول لك حاجه كويسه ليه؟ هنا كده بزود الاويرنس، هي كويسه ليه؟ هتعمل استرينس البادي، هتحسن شكلك، هتخليك هارتي، هتمنع الديزيز، هتحسن السيركيليشن. فبالتالي اول حاجه اقول لك ان دي حاجه كويسه، كويسه ليه؟ اوفر لك معلومات. خلاص، فانا قاعد بكلم على اسلام، بقول له اسلام مذاكره حاجه كويسه كده، عملت مذاكره كونشس، زودت الكونشس ده عن المذاكره. خلاص كويسه ليه؟ عشان كذا، سيبكم الكلام مكتوب مش بس معايا واحده، متجوزه ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين واخد الكلام وطبقه على نفسه، عمل نفسه سيلف اويرنس، بدا يحس بنفسه بمشاعره، انا فعلا مؤثر في المذاكره. فبالتالي اول حاجه يا اسلام مذاكره كويسه، مذاكره ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هتخليك تجيب درجات، هتحط عين في الجامعه، هتاخد نيابه كويسه، هتاخد تخصص كويس، ناس هتحترمك، هتبقى ليك مكانه، هتجمع فلوس. قلت له هي كويسه ليه؟ يبقى اول حاجه زودت الكونشس بتاعه عن المذاكره. بعد كده وفرت له نولج، وفرت له معلومات، هي ليه كويسه؟ هي ليه الهدف اللي في ده؟ ببرر او بفسر الحاجه اللي قبلها. خلاص، خد الكلام ده وبدا يطبقه على نفسه، سيلف اويرنس، بدا يحس وعي او يعمل وعي لنفسه، هو انا ايه؟ قاعد يقول فعلا انا مقصر في المذاكره، انا ما بذاكرش، انا ما ذاكرتش حاجه، انا لسه مش. فبالتالي عمل لنفسه سيلف اويرنس. خلاص، وبعد كده بدا يقول لي البليف الاتيتيود بتاعه، بس دكتور ده فاضل شهر على الامتحان، طب انا ما ذاكرتش، ده انا ما بفهمش، ده انا ما بذاكرش، ده انا بحفظ بسرعه، بحفظش بسرعه، ده انا ما بجمعش بسرعه. بدا يقول لي البليف الغلط اللي في دماغه عشان انا اغيرها له. يا اسلام هتروح تلعب رياضه، ده كويس، كويسه ليه؟ عشان هتحسن صحتك، هتخليك سترينث، هتخليك هارتي، هتحسن السيركيليشن. انا فعلا انا حاسس ان انا فيت ومحتاج ان انا العب رياضه، بس الرياضه دي بتاعت ناس صغيرين، مفيش جنب نوادي، مش معايا فلوس. بدا يقول لي بليف غلط في دماغه عشان انا اغيرها له. لما غيرت له الاتيتيود دي، خلاص دكتور ان شاء الله مروح هذاكر، خد قرار، بس هو ذاكر لا، لما روح البيت مسك الكتاب وقعد يذاكر هنا دول، لما قعد يذاكر لقى البيئه اللي حواليه حر، ناس بتزعق، في دوشه، فالبيئه اللي حواليه ما كانتش مساعداه انه يذاكر. عشان كده الهدف في الهيلث اديوكيشن ان اغير كل الكلام. اول حاجه ان ازود الهيلث كونشسنس، اللي قلنا الرياضه دي حاجه كويسه، الاكسرسايز حاجه يوسفل، يوسفل ليه؟ عشان هتعمل سترينث للبادي، هتخليك هارتي، هتحسن السيركيشن. هنا هو كان له دور ولا كان انا اللي له دور؟ كان لي انا، كنت انا بوفر له معلومات ان ده كويسه، وكويسه ليه؟ خد الكلام ده وطبقه على نفسه، عمل نفسه سيلف اويرنس، بدا يحس بنفسه، انا فعلا حاسس ان انا ايه؟ حاسس. يبقى هو باللي بيفيل، يبقى دي هدف منها فيلينج. بعد كده بدا يغير الاتيتيود اللي في دماغه، احنا نغير البليف، الكالتشر، التراديشن اللي عنده، ان انا كنت فاكر يا دكتور ان الرياضه دي بتاعت عيال صغير، بتاعت عيال صغيرين، ده كنت فاكر بتاعت الميل بس، بتاعت الفيميل، الناس هتتريق عليا، ده انا معيش فلوس. فبالتالي بدا يغير الاتيتيود اللي عنده، ان اعمل اتيتيود تشينج جول. لما غيرت الاتيتيود كده وفرت له اثنين معلومات، وهو حس بحاجتين، حس بنفسه والحاجات الغلط اللي في دماغه. مزيج الاربع حاجات دول ان يعمل ايه؟ ياخد قرار، يبدا يعمل ديزيشن ميكنج، ياخد قرار، ان ياخد القرار ده ويروح ينفذه، يبقى هو كده دويل ان شاء الله. رحت النادي، لما راح النادي لقى النادي بعيد، نادي غالي، ما معوش فلوس، نادي عيال صغيرين، النادي للميل بس مش للفيميل. فبالتالي ابدا اغير السوشيال اند فيزيكال انفايرمنت عشان تناسب التشنج بتاعي. فطلع ان الهيلث اديوكيشن جول اربع سبع جول. اول جول هيلث كونشنس جول، ان ازود الاويرنس بتاع الناس عن ايشو معين، عن بروبلم معين. خلاص، دي هدفها فيلينج ولا دوينج ولا نوينج؟ نوينج. بعد كده ابدا افسر له، اعمل له نولج نو، ابدا افر له معلومات عن الايشو دي او عن البروبلم دي. هنا برضه هدفي نو. اول مثال فوق اللي بقول ان الرياضه حاجه كويسه، هنا بزود الكونشس بتاعه عن الرياضه. كويسه ليه؟ هتخليك سترينث، هتحسن الجسم بتاعك، هتخليك هارتي، هتحسن السيركيليشن. بعد كده بدا يطبق كلام على نفسه، سيلف اويرنس، انا فعلا حاسس ان انا انفيت، حاسس ان انا جسمي مش كويس، حاسس ان انا عاوز العب رياضه. فبالتالي هنا نوينج ولا فيلينج؟
هو فيلينج. تاني حاجه ان اغير الاتيتيود، اغير اتجاهه، اغير فكره، اغير العادات اللي في دماغه. وانا كنت فاكر ان الراجل بتاع العيال الصغيرين بتاعت الميل بس بتاعت الفيميل، كنت فاكر الناس هتتريق عليا، كنت فاكر ان الراجل غالي، ابدا اغير له تراديشن البليف الكالتشر الغلط اللي كانت في دماغه. ده برده فيلينج كده. عندي عملت اتنين نوينج عليا انا على الاديوكيتور، واتنين فيلينج عليه هو. مزيج الاربعه دول ان ياخد قرار ان شاء الله هروح النادي. هو راح لان ياخد قرار ده، يبقى هو مزيج من الفيلينج والنوينج، يسموها ياخد ديسيشن اوف اكشن. ان ياخد القرار ويروح النادي بدا يحصل، بدا يروح اسمها زويل. لما راح النادي لقينا نادي بعيد، نادي غالي، نادي للميل بس مش للفيميل، ان غير الحاجات دي واخلي نادي قريب منه والنادي رخيص وتحت الميل والفيميل، محدش يتريق عليه، محدش يقول له كلمه وحشه كده. غيرت في السوشيال والفيزيكال انفايرمنت، يعني خليت الهيلثي بيهافير حاجه شيب ولا اكسبنسيف شيب، خليت الهيلثي حاجه صعبه ولا ديفيكولت، سهله ولا ديفيكولت سهله، خليت الهيلثي بيهافير ايزير تشويس، اسهل حاجه. اصل حاجه انك تلعب رياضه بقى النادي جنبك بقى من غير فلوس بقى ببلاش، بقى في ناخد مدربين بيدربوك، بقى في حاجات للميل وحاجات للفيميل، خليت الهيلث بيبر ده حاجه سهله بالنسبه لي. عشان كده الجول بتاع سبع حاجات. هل لازم اوصل لسبع؟ لا، ممكن اتكلم مع اسلام افهمه بس ان رياضه كويسه، بس ما اوفرلوش معلومات. اقول رياضه كويسه واوفر له معلومات، هي كويسه ليه؟ صح؟ اقول له رياضه كويسه واوفر له معلومات وطبع الكلام على نفسه، بس يقف عند هنا ما يغيرش الاتيتيود، او يغير الاتيتيود يقف عند هنا، ما يروحش النادي، ما ياخدش قرار، او ياخد قرار بس ما يروحش، او روح بس ما يكملش، او روح ويكمل. فبالتالي انا ممكن اوصل للسبعه وده الافضل، بس ممكن اقف عند اي خطوه من دول. يبقى الهيلث اديوكيشن عباره عن بلاند اوبورتونيتي، فرصه للناس لما يتعلموا عن الهيلث بتاعهم، فبالتالي احفزهم انهم يعملوا تشينج في البيهافير بتاعهم. الكلام ده اللي عندي اربع خطوات، انا اوفر له معلومات، فبالتالي ازود الاورنس، اغير اتيتيود حاجه كانت في دماغه، فكره غلط كانت في دماغه. اخر حاجه ان اوفر له فيزيكال وسوشيال انفايرمنت، اعمل له ايكوينج مع سكيل جديده، مع مهارات جديده تساعده انه يحافظ على البيهافير بتاعه. الكلام ده ايه الهدف بتاعه؟ ايه الهيلث اديوكيشن جول؟ ده مهم وهيتكرر تاني بعد شويه، هيحفظ دلوقتي ورايح دماغك. الهيلث اديوكيشن جول قلنا سبع جول. اول حاجه هيلث كونشسنس جول، ان ازود الكونشسنس بتاعه عن الهيلث، ودي معناها ان عايزين ازود الاورنس بتاع الناس. خلاص نقول مثلا ان الرياضه حاجه هيلث، ده كده المثال. بعد كده تاني حاجه النولج جول، ان اوفر له معلومات عن الوش دي، على المرور دي اوفر له معلومات ان ازاي الرياضه هيلث. هقول مثلا الرياضه هتخليك سترينث، هتعمل لك سترينث البادي، هتخليك هارتي، هتحسن شكل كده. الاثنين دول هدفهم نول. خلاص بعد كده هو ياخد الكلام يطبقه على نفسه، سيلف اويرنس، يبدا يحس بذاته، يحس بنفسه انا فعلا حاسس ان انا انفيت. يبدا يعمل كلاريفاي، يوضح حاجات عن الهيلث بتاعك. هو حاسس ان هو انفيت، ان هو محتاج فعلا يلعب رياضه. هنا هدفها فيلينج. بعد كده ابدا اغير اتيتيود، اغير اللي البيبول كانوا بيفيد ايه، اغير الاوبينيون، اغير التراديشن، اغير الكالتشر، اغير العادات الغلط اللي كانت في دماغه. ده برده فيلينج. مزيج الاثنين دول مع بعض، مزيج الفيلينج مع النون، هيبدا ياخد هو ديزيشن اكشن، ياخد قرار. بس لسه حد ما نفذوش، ان شاء الله هروح النادي. ان يروح النادي بدا يروح، يبقى اسمها دوينج، بيحصل بيهافير تشينج، بدا يغير فعلا في السلوك. انا ما كانش بيلعب رياضه بيلعب رياضه، لما كان بيدخن بدا يبطل تدخين، بدا يحصل تشينج في البيهافير. خلاص، ولازم اوفر له فيزيكال وسوشيال انفايرمنت حواليه تحافظه او تساعده على انه يحافظ على البيهافير ده. ان اخلي الهيلثي تشويز ايزير تشويز، اسهل حاجه. ها، حد عنده مشكله؟ طيب المصطلح بتاع الكونسيبت اوف هيلث اديوكيشن، الطب الطبيعي الصحيه هدفها ان اعمل برايمري ولا سكندري ولا تيرشن بريفنشن؟ ممكن التلاته. ممكن اقعد مع ناس ما بتدخنش اخليهم يلعبوا رياضه، يبقى هدفي برايمري. ممكن اقعد مع ناس بتدخن اخليهم يبطلوا تدخين، يبقى هدفي سكندري. ممكن اقعد مع ناس بتدخن عندها كانسر لاند عشان اطلع البيست اوف ذا ريميننج لايف، احافظ على الفتره اللي باقي عندهم بافضل حاجه. ده ان هتعامل مع الكومبليكيشن، يعني ده التيرشن. فبالتالي الكونسيبت بتاع الهيلث اديوكيشن ممكن يكون هدفه برايمري او سكندري او تيرشن. برايمري مثلا زي نمنع الديزيز، بريفنت الديزيز، وازود الكواليتي اوف لايف. الهدف او المجالات هي الترجمه الحرفيه مبادئ، بس هي مقصود بها الهدف. خلاص، ممكن استخدمه في البرايمري او في السكندري او في التيرشن. قلنا في البرايمري ده، في البرايمري ده ان امنع الالنس واحسن الكواليتي اوف لايف. امال السكندري، الشخص اللي ما كانش بيدخن وبدا يدخن وجاله كف، لما اكلمه عشان يبطل تدخين انا هدفي ان الكف تختفي، صح؟ لما الكف تختفي كده رجعته لحالته الهيلث اللي كانت قبل ما دخن. ان اعمل ريستور، ان استعيد الفورمال ستيت اوف هيلث. الشخص ده كان حلو، ما كانش عنده كف، لو بدا يدخن بدا يجيله كحه، لما انا بكلمه عشان يبطل تدخين هدفي ان الكحه اللي عنده تخف، يعني هرجعه من شخص بكح الى حالته اللي كانت قبل الكحه، هرجعه من شخص تعبان الى حالته قبل ما يتعب. فبالتالي هعمل ريستور للفورمال ستيت اوف هيلث. زي مثلا ان اجيب واحد واعمل له تريتمنت فقلل الكوميونيكيشن، او ان اجيب واحد واخليه يغير باد بيهافير، خليه ما يعملش باد بيهافير، اخليه يغير. هو كان فعلا بيعمل حاجه وعاوز يغيرها، بس مسكت. هو لو ما بيعملش حاجه وبنبهه ما يعملهاش اكتر، ده بس برايمري. لو واحد ما بدخنش وبكلمه عن الرياضه عشان ما بدخنش، ده
برايمري. لما يكون واحد بيدخن بيعمل بلب هيجر بكلمه عشان يبطل التدخين ده اسمه سكت. اخر حاجه التيرشري ان اعمل ريهابيتيشن. علينا بس على كلمه ريهابيتيشن ان احاول اوصل للبيس اوف ريمينينج هيلث. احاول اوصل ايه للبيس اوف ريمينينج هيلث. واحد كان الصحه بتاعته بنسبه 100% دخن وجاله برونكايتس وجاله سي او بي دي وجاله كانسر لان الصحه بتاعته قلت الى 20%. انا هدفي ان احافظ على ال 20% ان احافظ على اعلى درجه على البيس من الريمينينج هيلث. خلاص يبقى الكونسيبت يكون برايمري او سكندري او تيرشري. قلنا البرايمري هدفه ان امنع الديزيز واحسن الكواليتي اوف لايف. امال السكندري ان اعمل ريستور للفورمال ستيت اوف هيلث. زي مثلا ان اتعامل مع واحد عنده كوميونيكيشن بتريتمنت فاقلل الكوميونيكيشن او ان اخلي واحد يقلل او يمنع الباد هيفر. امال التيرشري هدفه ان اتعامل مع الكوميونيكيشن نفسه بالريهابيتيشن ان احافظ على البيست اوف ريمينينج هيلث بوتنشال. مش كده؟ بعد كده ايه الدايمنشن اوف هيلث اديوكيشن بستخدمه في ايه؟ اول اربعه خدهم مع بعض واكتبوا اول. اتفضل مش لازم اول اربعه نوع عليهم واكتبوا اول. هو انا اتعامل مع الطفل الصغير ولا الاغصن ولا المينيبوز ولا الراجل الكبير؟ هتعامل مع الانسان في اي مرحله؟ ها في الهيلث اديوكيشن بتعامل مع الانسان في اي مرحله؟ هو صغير هو تشايلد ولا ماتيور ولا اغصن ولا في سكول ولا في جيرياتريك ولا في مدرسه؟ في اي مرحله؟ في كل اللايف بتعامل مع الانسان ده في كل اللايف. عمليه الهيلث اديوكيشن عمليه لايف لون. طول ما انت عايش طول ما انت انسان ممكن اعمل لك هيلث اديوكيشن. تاني قول بتعامل مع البيرسونال عشان احسن الفيزيكال ولا المينتال ولا السوشيال ولا السبيريتشوال هيلث. انهي دايمنشن بحسن كل البيرسون الشخص الواحد بهتم بيه كل الاتجاهات من الفيزيكال والمينتال والسوشيال والسبيريتشوال. طيب وانا اعمل هيلث اديوكيشن لشخص لوحده ولا لجروب ولا الفاميلي ولا الكوميونتي؟ ممكن انا اتكلم مع واحد بس، ممكن الموكم مع بعض اسمكم جروب، ممكن اجيب اسره باسمها فاميلي، ممكن اعمل في التلفزيون باسمها كوميونتي. فبالتالي بتعامل مع كل الانديفيدوال يعني كل الشخص لوحده او جروب او فاميلي او كوميونتي. خلاص. طيب وانا اهتم بالبرايمري ولا سكندري بتيرش هيلث او بريفنشن؟ هتم بالبروموشن ولا بريفنشن ولا كنترول ولا ريهابيتيشن؟ بهتم بكل الكلام ده، بهتم بكل الفويل اوف هيلث عند الديزيز. يقول لك عندك برايمري وسكندري وتيرش، اكتب ده جنبها بي بي سي ار. خلاص. واول اربعه اول ايه الدايمنشن بتاعت الهيلث اديوكيشن؟ بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في اربعه اول. اول حاجه بهتم بكل اللايف بكل اللايف لونج. الانسان ده طول ما هو عايش ممكن اعمل له هيلث اديوكيشن. هو صغير هو في مدرسه هو ادوسنت هو جيرياتريك وهي ماترنال وهي في المينوبوز ممكن في اي مرحله. بالتالي بهتم بالعمليه دي لايف لونج طول ما هو عايش. بهتم بكل البيرسون، بزود عنده الفيزيكال هيلث والمنتال هيلث والسوشيال هيلث والفيرتشوال هيلث. بهتم بكل الناس بانديفيدوال لوحده او بجروب او فاميلي او كوميونتي. بهتم بكل البوينت اوف هيلث اند ديزيز. بعمله برايمري وسكند وتيرش بريفنشن على فوق، بعمله بروموشن وبريفنشن وكنترول وريهابيتيشن. خلاص. الاهداف بتاعته ضيقه ولا وايد رينج؟ وكان له كام هدف؟ كان له كام هدف؟ الصفحه اللي قبلها الهيلث ديفيشن جول كان له كام هدف؟ سبعه. فبالتالي اهدافه حاجه ضيقه ولا حاجه كبيره؟ كتيره. له وايد رينج اوف جو، له اهداف كتير. هو ده مش كان هدفه ان يخلي الهيلثي تشويس ايزير ولا ديفيكولت؟ فبالتالي الدايمنشن بتاعه ان يخلي الهيلث تشويس ايزير تشويس ان انا كشخص بتاع هيلث اديوكيشن اساعد ياسمين تبطل تدخين. فبالتالي انا بساعد الناس ان هم يساعدوا نفسهم. لما ساعدت ياسمين تبطل تدخين بقت هي الرسول بتاع المجتمع. كل ما تشوف حد بيدخن تخليه يبطل تدخين فبالتالي هي بتساعد الاذر بي. يبقى هدف ان انا كهيلث اديوكيتور اساعد الناس والناس دي تساعد الاخر. طب انا هبقى بساعد الناس انها تهلب سيلف ده تساعد نفسها ان هم بطلوا تدخين او يغيروا الباد بيهيفير والناس دي تساعد الاخر. يعني نخلي هيلث هيلث بيهيفير ايزير بيهيفير. طب وانا بتكلم مع الناس بكلام علمي ولا كلام عمي؟ طريقه رسميه وطريقه عاميه ممكن الاثنين. لو قاعد اتكلم مع ناس دكاتره مع ناس مهندسين مع ناس متعلمين هتكلم معاهم بشكل فورمال بشكل علمي. لو هتكلم مع ناس مش متعلمين ناس في الارياف ناس فلاحين هتكلم معاهم بشكل انفورمال. فبالتالي ممكن اتعامل معاهم بشكل فورمال او بشكل الفورمال تيبس. ممكن استخدم كل الميثود، ممكن يبقى كلام بس، ممكن يبقى بوستر، ممكن يبقى بامفلت، ممكن يبقى باوربوينت، ممكن اعمل في التلفزيون، ممكن استخدم كل الميثود. يبقى استخدم ديفرنت تيتشنج ميثود سواء فورمال او انفورمال. استخدم ماوس، استخدم بالكلام، استخدم بوستر، استخدم بامفلت، استخدم اعلان في التلفزيون، استخدم اي حاجه ثانيه. خلاص. يبقى هي الدايمنشن سبعه زي ما كانت بول سبعه. هي دايمنشن سبعه اول اربعه اول بهتم باول لايف. العمليه دي عمليه لايف لونج طول ما الانسان عايش ممكن اعمل له هيلث اديوكيشن. بهتم بكل الشخص الواحد يعني بكل الشخص الواحد يعني بالفيزيكال والمنتال والسوشيال والسبيريتشوال هيلث. بهتم بكل المجتمع سواء انديفيدوال لوحده او جروب او فاميلي او كل المجتمع بعلان في التلفزيون مثلا. بهتم بكل البوينت بتاعت الهيلث اند ديزيز. ممكن اعمل برايمري او سكندري او تيرشري بريفنشن. ممكن اعمل بروموشن او بريفنشن او كنترول او ريهابيتيشن. بعد كده اهدافه وايد رينج اللي هو وايد رينج اوف جول السبعه اللي قالهم هناك. ممكن استخدم فورمال او انفورمال تيتشنج ميثود
اخر حاجه هدفه ان يخلي الهيلث بيهافير ايزير تشويس اسهل اختيار. خلاص يبقى خلينا الهيلث اديوكيشن اللي عباره عن بلاند اوبورتونيتي فرصه للناس عشان حاجتين، هم يتعلموا عن الهيلث ياخدوا معلومات عن الهيلث يحصل لهم ليرنينج اباوت الهيلث، وبالتالي احفزهم اعمل موتيفيشن ان هم يعملوا تشينج في الباد براند. الكلام ده بيعدي اربع خطوات، ان اوفر لهم معلومات بروفايدنج اوف انفورميشن فزود الاورنس فبالتالي احفزهم موتيفيشن ان هم يغيروا الباد بيهافير واعمل لهم ايكوبنج والنيو سكيل تساعدهم على ان هم يحافظوا على البيهافير ده. اول حاجه اوفر لهم معلومات فزود وعيهم، احفزهم هم يغيروا الاستوك اللي كان وحش، وكده افر لهم سكيل افر لهم مهارات افر لهم فيزيكال انفيرمنت سوشيال انفيرمنت تساعدهم ان هم يحافظوا على البيهافير الجديد. خلاص فكده ايه الجول بتاعي؟ قلنا سبع جول، اول حاجه اتنين نوينج واتنين فيلينج، واحده مزيد من الاثنين، اخر حاجه دوينج، وان يخلي الهيلث بيهافير از تشويس. الاثنين نوينج دول وانا وظيفتي انا ده الرول بتاع الهيلث انديكيتور، ان يزود الهيلث كونشسنس، ان اقول لمحمد ان الرياضه حاجه كويسه كده هو زودت الاورنس عنده، زودت وعيه عن مشكله معينه اسمها الرياضه. بعد كده كويسه ليه؟ عشان هزود جسمك، هتحسن شكلك، هتخلي زود السيركيليشن، هتخليك هارتي، هتخليك سترينث، فبالتالي نوفر له معلومات عن الوش دي يسموها نوليدج جول. جول هدفه ان ازود له النوليدج، ازود المعلومات، نوفر له انفورميشن عن الوش دي، زي مثلا الرياضه كويسه عشان كذا وكذا وكذا وكذا. بعد كده محمد اطبق الكلام على نفسه، يعمل سيلف اويرنس، يبدا يعمل اويرنس بشكله هو بنفسه، انا فعلا محتاج ان انا العب رياضه. بعد كده ابدا اقول طب انا كنت فاكر ان الراجل بتاع بس الكبيره ان الكلاب بعيد عليا ان هو غالي ده هو الميل مش الفيميل، ابدا اغيره حاجات غلط في دماغه، ابدا اعمل تشينج للاتيتيود الحاجات اللي جت في دماغه اراءه واتجاهاته الكاركتر البليف الاوبينيون الحاجات الغلط ابدا اغيرها. فبالتالي لما وفرت له معلومات واقنعته بيها وهو طبق كلام على نفسه وغيرت عنده تراديشنال بليف مزيج كل ده خد قرار ان هروح للنادي يبدا ياخد ديسيشن ميك. ده كان مزيج الفيلينج والنون لحد دلوقتي ما راحش ان ياخد نفسه يوصل لحد النادي واسمها دوين. هو فعلا راح للنادي صح، لما راح للنادي اوفر له نادي جنبه يكون رخيص يكون سهل كل الليل وله فيميل يكون في حد بيدربه محدش يتريق عليه محدش يزهقه، ان اخلي الهيلث بيهافير ايزير اسهل اختيار بالنسبه لي. خلاص ده كده السبعه جول، قلت الهدف الاساسي ان اوصل للسبعه، بس ممكن اقف في اي خطوه من دول. ممكن بس محمد يقتنع ان ده كويسه من غير ما اوفر له معلومات، اوفر له معلومات من غير ما اطبق كلام على نفسه، يطبق كلام على نفسه من غير ما يغير اتيتيود، يغير اتيتيود من غير ما ياخد قرار، خد قرار من غير ما ينفذه راح ينفذه لا التنفيذ صعب. ممكن اقف عند اي مرحله من دول، افضل ان ينفذ له السبع اهداف ان يوصل للسبع اهداف. مشكله هي كونسبت ودايمنشن، قلنا كونسبت ممكن هيلث اديوكيشن نعمل برايمري بريفنشن او سكند بريفنشن او تيرشر بريفنشن. البرايمري بريفنشن هدفه ان ازود الكواليتي اوف لايف عشان نمنع الاند، امال السكندري ان اعمل ريستور ان استعيد الفورمال ستيت اوف هيلث. الشخص اللي دخن وكان له كوف بدا اسرع لان الهدف ان اخليه يبطل تدخين فيرجع لحالته الصحيه قبل ما يدخن. نعمل ريستورج للفورمال ستيت اوف هيلث عن طريق ان اخليه يغير باد بيهافير او نعدي له تريتمنت فاقلل الكوميونيكيشن. امال التيرشري هدف ان امنع الكوميونيكيشن او اتعامل مع الكوميونيكيشن. الشخص اللي حصل له مشكله فعلا اعمل له ريهابيتيشن ان احافظ على البيست اوف ريمينينج هيلث. الشخص ده كان صحته 100% حصل له ديسابيلتي حصل له مرض قلل الهيلث بتاعته ل 20%، انا هدفي هنا ان احافظ على 20% دول ان استفيد منهم الاستفاده الامثل البيس اوف ذا ريمينينج هيلث. بعد كده الدايمنشن وده سؤال نظري، قلنا دايمنشن سبع حاجات منهم اربعه اول الهيلث اديوكيشن عمليه لايف لون تهتم بالشخص طول حياته وانت صغير لحد ما توت فروم بيرث تو ديث. عمليه تهتم بكل الشخص الواحد، تهتم بيه من ناحيه الفيزيكال والمنتال والسوشيال والسبريتشوال. عمليه بتهتم بكل الانديفيدوال سواء شخص لوحده او جروب او فاميلي او كوميونتي. عمليه بتهتم بكل البوينت اوف هيلث اند ديزيز، تهتم بالبرايمري والسكندري والترش، تهتم بالبروموشن والبريفنشن والكنترول والريهابيتيشن. عمليه لها وايد رينج اوف جول، لها اهداف كتير، كان لها سبع اهداف، ممكن اوصل عند اي واحد واقف او اكمل لحد ما اوصل للسبع. عمليه هدف ان اخلي الهيلث بيهافير ايزير تشويس، هي عمليه بحاول من خلالها اساعد الناس هم يساعدوا نفسهم وهم كمان يساعدوا الاخرين. فبالتالي ساعدت محمد انه يبدا مذاكره، هو اللي بدا يذاكر شجع زمانه كان هم يذاكر، فبالتالي انا ساعدته ان هو يساعد نفسه عشان يذاكر وهو كمان بيساعد الاخر عشان يذاكر. ها مشكله ممكن استخدم فورمال او انفورمال تيتش، ممكن اتكلم مع ناس بشكل علمي بشكل بوستر بشكل ساينتفك ايفيدنس بيست او اتكلم مع ناس بشكل عام كلامي يفهم. ممكن استخدم فورمال او انفورمال او انفورمال تيتشنج بس. بعد كده قالت ان الهيلث اديوكيشن اساسها عمليه الكوميونيكيشن، عشان كده كان دراستك الاول يعني ايه كوميونيكيشن. الشخص اللي من غير كوميونيكيشن مش هيعرف يعمل هيلث مش هيعرف يتكلم مع الناس، عشان كده قال لك ان الهيلث اديوكيشن هدفها عمليه الكوميونيكيشن. الشخص اللي ما عندوش كوميونيكيشن سكيل مستحيل يبقى هيلث اديوكيتور ناجح. قال لك ان الكوميونيكيشن دي عباره عن اربع خطوات، ركزوا كده. اول حاجه السورس اوف انفورميشن، الشخص مصدر معلومات اللي اسمه الهيلث اديوكيتور. الشخص ده مجهز كلام معين بنسميه المسج بوصله لحضراتكم عن طريق التشانل، انتوا بتسجلوا اسمكم الريسيفر. فبالتالي الكوميونيكيشن عباره عن اربع خطوات، شخص واقف بيقول كلام، الكلام ده اسمه مسج ببعته لكم عن طريق ان اتكلم البوستر الباوربوينت اكتب على السبوره دي اسمها التشانل اللي من خلالها هوصل لكم الكلام، انتوا هتسجلوا اسمه الريسيفر. قال لك ان العمليه دي
ممكن تتعطل بمجموعه من الفاكتور سموها النويز، والنويز هنا مش مقصود بها الصوت العالي، النويز هنا اي حاجه تعيد عمليه التواصل. لو الانترفيو ما كانش محضر، لو الماسك صعب عليكم انتوا تفهموها، لو الانسان اللي اخترتها اخترتها غلط، لو انتوا قاعدين الجو حر، واحد بيتحير، واحد قلقان، واحد خايف، واحد عنده ليرنينج ديسابيلتي، واحد عنده ديفنس، واحد عنده بلا، فاكرين البارير؟ كل البارير دي بيسموها النويز. فالنويز مقصود بها صوت عالي، النويز مقصود بيها اي حاجه، اي فاكتور ممكن يعمل انترابشن لعمليه الكوميونيكيشن. خلاص انت عملت كومنتيشن اربع حاجات، انفورميشن سورس هو المسج عن طريق الشانل توصل لكم اسمها الريسبت. قال لك الانفورميشن سورس هنا اللي احنا بنسميه الهيلث انديكيتور، فالهيلث انديكيتور الشخص اللي واقف يتكلم ده هو سورس اوف انفورميشن. طيب المسج دي هتختلف على حسب الناس اللي قاعده بتسمع. لو انا نازل اكلم مع الناس والناس مش تعبانه هكلمهم عن حاجات لها علاقه بالبريفنشن ولا البروشن ولا الكنترول؟ ها بالبروموشن احسن، تمام. باللايف ستايل انا بتكلم عن الهيلثي لايف ستايل، ايه الحاجات الكويسه اللي تحسن صحته؟ هو اصلا الشخص مش اتريس، شخص ما بيدخنش، ما عندوش حاجه وحشه، فبالتالي احاول احسن الصحه بتاعته، حاجات لها علاقه بالبروموشن او نعمل بريفنشن لاي هيلث هازارد، ان اعرفهم ايه الهيلثي لايف ستايل. طب لو داخل اتكلم مع الناس اتريسك، ناس ريسكي، يبقى كل كلامي اني اقلل مين؟ بتكلم على ناس بتدخن، يبقى كلامي اني اقلل التدخين، بتكلم عن ان اقلل الريسك، لو اتكلم مع ناس ريسكي يبقى كل المسج بتاعك هدفع ان اقلل الريسك ده، الناس اللي بتدخن يبقى بطل تدخين، الناس اللي ما بتلعبش رياضه تبدا تلعب رياضه. طيب لو بتكلم مع ناس ديزيز يبقى كل كلامي على ازاي اتعاملوا مع المرض، ازاي اتكيفوا مع المرض، ازاي اتغلبوا على المرض، هاو تو كوب، ازاي اتغلب عن الكونديشن بتاعك. فبالتالي اول حاجه سورس اوف انفورميشن هو هيلث انديكيتور. المسج دي هتختلف، لو انت بتتكلم مع ناس ويل والهيلث ناس ما عندهاش اي مشكله غالبا هتكلموا عن الهيلث لايف ستايل. لو بتتكلم مع ناس ات ريسك الفاكتور معين هتكلموا ازاي يقللوا الريسك ده. لو بتتكلم مع ناس ال او ديزيز هتكلموا ازاي يعملوا كوب، ازاي يتكلموا او يتغلبوا على الكونديشن بتاعتهم او الهيلث بتاعهم. اول حاجه السورس اوف انفورميشن ده سميناه هيلث انديكيتور. المسج ده الكلام اللي هقوله هتختلف على حسب الناس اللي قدامي، لو الناس اللي قدامي ناس ويل هكلمهم عن اللايف ستايل، عن الهيلث لايف ستايل. لو الناس اللي قدامي ناس ات ريسك فاكتور معين هكلمهم ازاي يقللوا الريسك فاكتور. لو الناس اللي قدامي ايه اللي عندهم مرض معين هكلمهم ازاي يتغلبوا ازاي يكوب على المرض ده. خلاص؟ يبقى كده خلصت اول حاجه السورس اوف انفورميشن. بعد كده المسج التشانل دي الحاجه اللي بوصل بيها الكلام ليكم، ممكن تكون ماوس واحد بيتكلم، ممكن بوستر ورقه، ممكن عارف التلفزيون، ممكن بامفلت. بامفلت ده عارفين الروشته اللي في علبه الدواء دي مسموها بامفلت، زي البوستر كده، ممكن بامفلت، ممكن اعلان في التلفزيون، ممكن الميديا، ممكن مجرد كلام بس بالماوس بالكلام. خلاص؟ ولا تشانل ممكن تكون ماوس او بوستر او بامفلت او اي حاجه ثانيه، باوربوينت، اي بره اسمع على السبوره اي حاجه. اخر حاجه الريسيبيانت. خلاص؟ كل ده بتاثر بفاكتور اسمه النويز، قلنا النويز دي مجموعه من الفاكتور ممكن تاثر على عمليه الكوميونيكيشن، ممكن تكون حاجات في الريسيبيانت. الشخص اللي قدامي عنده ديفنس، عنده بلايندنس، عنده ليرنينج ديسابيلتي، جاي اللي هو خايف، جاي هو قلقان، جاي خايف مني، جاي وعنده باست اكسبيرينس، قاعد قدامي مره ما فهمش حاجه، عنده باست اكسبيرينس، جاي ومش طايقني، جاي هو اصلا مش مهتم بالهيلث، حاجات في الريسيبيانت. او في حاجات في الاتصال اللي انا اخترتها، انا اخترت بوستر والناس ما بيعرفوش يقروا، اخترت باور بوينت وطلع الكمبيوتر بايظ، اخترت ان اتكلم على السبوره ما لقيتش قلم، فبالتالي كان في مشكله في الاتصال اللي انا اخترتها. خلاص يبقى اساس عمليه الهيلث اديوكيشن هي كلمه واحده اسمها كوميونيكيشن. كوميونيكيشن دي بتتكلم عن اربع حاجات، شخص هيقول معلومات اسمه سورس اوف انفورميشن، هيقولها بصوره مسج، هيقولها لحضرتك اسمها ريسيبيانت، هتوصل لكم عن طريق التشانل. يبقى سورس اوف انفورميشن والمسج بوصلها عن طريق التشانل توصل لكم انتوا اسمكم ريسيبيانت. قال لك ان السورس اوف انفورميشن اللي اسمه هيلث اديوكيتور الشخص اللي هيعمل هيلث اديوكيشن. بعد كده المسج بتختلف على حسب الناس اللي قاعده قدامي، لو الناس دي ويل هكلمهم عن الهيلث لايف ستايل، لو الناس دي ات ريسك هكلمهم ازاي يقللوا الريسك، لو الناس دي ديزيز هكلمهم ازاي يعملوا كوبنج، ازاي يتغلبوا او يتاقلموا مع الكونديشن او المرض اللي عندهم. بعد كده التشانل، التشانل ممكن تكون بوستر، ممكن تكون بامفلت، ممكن تكون كلام بالماوس او اي حاجه ثانيه. خلاص؟ بعد كده النويز، قال لك النويز مجموعه من الفاكتور. ممكن تعمل انتربشن لعمليه الكوميونيكيشن كلها، زي مثلا كاركتر معينه موجوده في الريسيبيانت. او الشانل اللي انت اخترتها غلط، اخترت انك تعمل بوستر والناس ما بتقراش، اخترت انك تعمل اعلان في الراديو ومحدش يسمع الراديو، اخترت انك تعمل اعلان او تقعد تشرح بالباور بوينت لقيت الكمبيوتر بايظ، اخترت انك ترسم بس ما بتعرفش ترسم، فده اخترت الشانل غلط. ها حد في مشكله؟ بقول لك بعد كده لازم تطبق حاجه اسمها الكاب، لازم عندها برزنتيشن تنفع لكم برزنتيشن عن الكلام ده. الكاب النولج والاتيتيود وبراكتس. هو انا لما جيت قلت لمحمد معلومات عن الرياضه دي اسمها نولج، هل بالضروره المعلومات دي تغير الاتيتيود بتاعه؟ لا، فبالتالي انا هدفي ان انا اقول معلومات واغير افكاره في دماغه،
اغير اتيتيود. طب لما غيرت الاتيتيود هل ده بالضروره انه هيمارس رياضه؟ لا، لازم كمان اخليه يعمل براكتس الرياضه. يبقى انا هدفي نوفر له معلومات عن الرياضه واغير الاتجاه بتاعه، اغير افكاره، اغير اتيتيود. مش بس اغير الاتيتيود ده، اخليه كمان يمارس الرياضه ويعمل براكتس. يبقى لازم يحصل لينك ما بين النولج والاتيتيود والبراكتس. لازم اوفر محمد معلومات عن الرياضه، بعد كده هو يقتنع بيها، يحصل له اتيتيود، يبدا يمارس رياضه اسمها البراكتس. خلاص. قال لك ان النولج دي ممكن تتاثر على حسب الايج، اكيد الكبير غير الصغير، خبره الراجل الكبير غير الراجل الصغير. ممكن تتاثر بالسكس، ممكن تتاثر بالاديوكيشن، شخص متعلم غير شخص مش متعلم. ممكن تتاثر بالكالتشر، الثقافه بتاعته. ممكن تتاثر بالسوشيال كلاس، مستوى الاجتماعي. ممكن تتاثر بشله الصحاب اللي حواليهم، صاحب مين، تتاثر بالبير بريشر. ممكن تتاثر بالعادات والتقاليد، بالنور. الحاجات دي كلها بتاثر في النولج. النولج دي الشخص اللي بيكون عنده معلومات بتخلق جواه حاجه اسمها بليف، اعتقاد معين. البليف ده لما يترسخ جواك حاجه درجه اعلى شامل البليف بيسموها اتيتيود. لما غيرت الاتيتيود بتاعك، محمد نوى انه يلعب رياضه، انتنشن، نيه، بس لسه لحد دلوقتي ما راحش، انه يروح تبقى اسمه بهبل. فبالتالي انا تحولت من نولج الاتيتيود الى بهبل اللي بيسموها الكاب. لازم يحصل لينك ما بين النولج والاتيتيود والبراكتس. لازم الشخص ده اوفر له معلومات، المعلومات دي يقتنع بيها واسمها اتيتيود، تخش جوه دماغه ويصدقها، اقتنع بيها بدا يمارس رياضه اسمها براكتس. انا بدا اشرحها بالتفصيل. قالك ان النولج دي ممكن تاثر بالايش، بالسكس، بالسوشيال كلاس، بالاديوكيشن، بالكالتشر، بالنور، بالبرنشن او باصحابه الناس اللي حواليه. الحاجات دي كلها بتاثر في النولج بتاعتك، في الخبره بتاعتك. النولج دي هتكون جواك اعتقاد اسمه بليف. البليف ده لما ترسخ جوه دماغه يبقى اسمه اتيتيود. الاتيتيود ده لما تغير فعلا واقتنع ان رايح حياه كويسه، نوى انه يروح يلعب، انتنشن، مجرد نيه بس، النيه دي بعد شويه هتتحول بهبل او سلوك ان هو يروح لنادي بالفعل. ها مش كده؟ يبقى لازم يحصل ايه؟ ما بين الكاب النولج والاتيتيود والبراكتس. طب ايه رايكم لو المسج دي ما وصلتش لمحمد الهدف مش هتتحقق، لكن لو المسج دي بقت بيرسبت كويس وصلت لمحمد صح هيغير البيبر. بيقول لك عشان دي اول سطر بتطلع عنده، بيقول لك ان المسج لو كوركتلي بريسيفد هو استقبلها صح، لو دخلت في دماغه صح، لو اقتنع بيها، ده هيؤدي الى تغيير في السلوك بتاعه، نحصل تشينج في البيهيفير. عشان كده لازم يحصل لينك ما بين نولج والاتيتيود والبراكتس. النولج بتاثر بالكالتشر، بالايج، بالإدكيشن، بالسكس، بالإكوبيشن، بالنورم، بالبيرنشن، بالكالتشر، بالتراديشن، كل الحاجات دي، كل ده بيأثر في خبرته وفي معلوماته. المعلومات دي بتخش دماغه وتكون جواه اعتقاد اسمه بليف. لما يصدقه أو يتمكن منه، لما مستوى أعلى شوية من البليف اسمه أتيتيود. لما غيرت الفكرة اللي في دماغه، نوى إنه يلعب رياضة، يبقى إنتنشن، نية. بعد ما خد النية بدأ ينفذ بالفعل، بدأ يحصل بيبل. مش كده؟ كل دي مقدمة عن الهيلث إدكيشن. تعالوا بقى نعمل هيلث إدكيشن بروجرام. ليه؟ النور الاعداد، النور الاعداد والتكاليف. لحد دلوقتي احنا بناخد مقدمه عن الهيلث اديوكيشن. قبل ما نخش في البروجرام هنراجع تاني. قلنا الهيلث اديوكيشن عباره عن بلاند اوبورتونيتي، فرصه للناس ان هم يتعلموا عن الهيلث، وبالتالي اشجعهم واساعدهم اعمل لهم موتيفيشن ان هم يعملوا تشينج في الباد بيهافير. الكلام ده بيعدي باربع مراحل. اول حاجه اوفر لهم معلومات، بروفايد انفورميشن، فغير او زود الاويرنس. بعد كده اعمل لهم موتيفيشن هم يتغيروا، واخر حاجه اعمل لهم ايكو، بجهزهم بنيو سكيل، مهارات جديده تساعدهم على ان هم يحافظوا على التغيير ده. ايه الجول بتاعي؟ سبعه. اول حاجه هيلث كونشسنس، ان ازود الاويرنس بتاعه عن مشكله معينه، عن بروبلم معينه، او ايشو معينه، ويعرف حنون، لان بقول له حاجات، ببلغه بحاجات. زي مثلا اقول لمحمد ان الرياضه حاجه كويسه. بعد كده ابدا اوفر له نولج، معلومات، اوفر له انفورميشن عن ايشو دي، اقول له الرياضه مكوسه عشان كذا وكذا 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 كده. الاثنين هدفهم نون، انا بقول له حاجات. خلاص خلصنا من النون، هو خد الكلام ده وبدا يطبقه على نفسه، سيلف اويرنس، بدا يحس بنفسه، انا فعلا محتاج ان انا العب رياضه، جسمي مش فيت، جسمي مش هيلث كده. هو بدا يحس. بعد كده غيرت اتيتيود، هو كان فاكر ان الرياضه للناس الكبيره بس او الصغيره بس، للفيل بس مش للفيل بس، او النادي صعب او النادي بعيد او حدش هيضربه، كان فاكر حاجات غلط. انا بدات اغيرها له، عملت تشينج في الاتيتيود. خلاص كده عندي اثنين نون بتوع انا واثنين فيلنج بتوع هو. مزيج الاربعه دول مع بعض، مزيج النون مع الفيلنج، خد قرار، خد ديزيشن ميك، عمل كده ان شاء الله لما اروح هروح النادي. بس لحد دلوقتي ما راحش، ان ياخد الجنيه ويروح لحد النادي اسمه دوري. ده يحصل بيهيفيرال تشينج، بدا يغير في السلوك بتاعه، ان اوفر له فيزيكال وسوشيال انفايرمنت حواليه تساعد ان هو يحافظ على التشينج ده، سموها سوشيال تشينج، ان اخلي الهيلث بيهيفير ايزير تشويس. اوكي، عندي كونسبت وعندي دايمنشن. قلنا الكونسبت برايمري وسكندري وتشن، الدايمنشن اربعه اول، بعمل هيلث اديوكيشن لايف لونج طول ما انت عايش، بعمل لكل البيرسون فيزيكال ومنتال وسوشيال وسبريتش، بعمل لكل الناس سواء الاندفيدوال او الجروب او الفاميلي او الكوميونتي، بعمل كل البوينت في هيلث اند ديزيز برايمري وسكندري وتيرشري بي بي سي ار. وبعد كده لو رينج اوف جول، له سبع اهداف، هو عمليه بحاول من خلالها نساعد الناس، هم يساعدوا نفسهم، هم كمان يساعدوا الاخر، هم اتغفلت ساعدت محمد انه يتغير ويلعب رياضه. لما لعب رياضه بقى هو الرسول بتاع المجتمع، بقى هو كمان يساعد الناس هم يتغيروا ويلعبوا رياضه. بخلي الهيلث بيهافير ايزير تشويس،
بتكلم مع الناس، ممكن فورمال وممكن انفورمال، او ممكن استخدم فورمال تيتشنج او انفورمال تيتشنج. ها حد في مشكله؟ بعد كده قال لك ان اساس عمليه الهيلث اديوكيشن هي كلمه واحده اسمها الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن دي عباره عن واحد بيقول معلومات اسمه سورس اوف انفورميشن، واقولها في صوره مسج رساله ببعتها لكم عن طريق الشانل، انتوا تسيبوها باسمكم ريسيفر. ممكن العمليه كلها تبوظ وفي حواليها حاجه اسمها النويز. قلنا السورس اوف انفورميشن هنا هو الهيلث اديوكيشن. المسج دي هتختلف، لو انت بتكلم مع ناس هيلثي هتكلمهم عن اللايف ستايل، لو بتكلم مع ناس ات ريسك هتكلمهم ازاي يقللوا الريسك، لو بتكلم مع ناس ديزيز او ال هتكلمهم ازاي يعملوا كوبنج، ازاي يتاقلموا او يتغلبوا على الكونديشن او الالنس او الديزيز اللي عندهم. خلاص دي خلصت السورس اوف انفورميشن، خلصنا المسج. يجي للتشانل، عارف التشانل دي ممكن تكون بوستر او تكون بامفلت او كلام بالماوس او اي حاجه ثانيه. بعد كده انه يسال اي كاركتر، اي حاجه، اي فاكتور ممكن تاثر على عمليه الكوميونيكيشن، مش شرط صوت عالي بس، مش شرط ضوضاء بس، اي حاجه هتعيق عمليه كل البارير اللي هتعيق عمليه الكوميونيكيشن سموها نويز. ممكن تكون دي كاركتر في الناس ان هو عنده ديفنس، عنده بلايندنس، عنده مشكله في اللانجوج، مش فاهم الكلام اللي اقوله، كل الحاجات دي مشكله في السيبيان، لكن البارير هناك، او انت اخترت الشانل غلط، او عرف الاديكيتور او عرف الجولد زود من عندك، هو قال انا في حاجتين بس، عرف الشانل او عرف الكلاينت، ممكن عرف المسج، المسج نفسها كانت مفهومه او صعب ان هو ينفذها، او عرف الاديكيتور ما كانش محضر الكلام او ما كانش جاهز، ممكن تكون عرف اي حاجه، هو خاص عندك الريسيبيانت حضراتكم وخاص للشانل. ها حد في مشكله؟ طيب بعد كده قال لك لو المسج دي بقت كوركت بريسيف، لو انت استقبلتها صح ودخلت دماغك واقتنعت بيها، ده هيقدر تشينج في البيبر. انا مش هدفي بس اقول لك معلومات، الهدف اني اقول لك نولج. وبعدين بقى اغير اتيتيود عندك واخليك تتغير بالفعل براكتس، فلازم اعمل حاجه اسمها الكاب، اربط بين النولج والاتيتيود والباكتس، قال لك النولج دي او الخبره او الاكسبيرينس تتاثر بالايج، بالسكس، بالاديوكيشن، بالكالتشر، بالنورم، بالبير، بالسوشيال كلاس، اي حاجه حواليك، النولج دي لما تخش في دماغك، لما تخش في دماغك معلومات هتكون عندك اعتقاد بليف معين، بليف ده لو امنت بيه لو اعتقدت بيه بيسموها اتيتيود، اتيتيود ده لو فعلا اقتنعت ان ده حاجه كويسه هتلم نفسك تلعب اسمها انتنشن، رحت بالفعل بقى حصل براكتس او بيبر تشينج، يبقى بدانا من الكاب الاتيتيود وبعد كده البراكتس. مشكله ازاي بقى اعمل هيلث اديوكيشن بروجرام؟ عشان اعمل هيلث اديوكيشن بروجرام بعمل ثلاث خطوات مش جديده علينا. اول حاجه نعمل بلاننج، خطط، خططنا وحطينا الخطه، نفذ، اعمل امبلمنتيشن، بعد ما نفذنا قيم نفسك، اعمل ايفالويشن. طب عشان اعمل بلاننج ده مش ثلاث خطوات، بلاننج، امبلمنتيشن، ايفالويشن. اول حاجه البلاننج، وانا بعمل بلاننج بعمل بلاننج مرتين، بدرس الوضع اللي احنا فيه اسمه سيتويشنال اناليسيس، وكده احط الخطه بناء على الوضع ده، احط البلان. وبالتالي هعمل بلان بالمنتيشن ايفالويشن، سيبكم من الامبلمنتيشن والايفالويشن وخليكم معايا في البلاننج بس. البلاننج بيعمل فيه حاجتين، تدرس الوضع اللي انت فيه اسمه سيتويشنال اناليسيس، بناء على الوضع ده، بناء على امكانياتك، بناء على الريسورس، بناء على المجتمع بتاعك، تقدر تحط خلط. طيب وانا بدرس السيتويشنال اناليسيس يهمني ان انا ادرس نفسي كوزاره الصحه ولا ادرس الناس اللي انا نازل لهم؟ الاثنين. هدرس الناس عشان اعرف عددهم، تراديشن، الكالتشر، الاديوكيشن، السوشيال ايكونوميك او سوشيال ايكونوميك كونديشن، النيت بتاعتهم احط لها بريتي، وبالتالي انا محتاج ادرس الناس وادرس نفسي عشان اشوف ريسورسز، فلوس، امكانيات، الجول، الاوبجيكتيف بتاعتي، وانا عاوز ايه؟ عاوز ناس دي تبطل تخين بنسبه كام؟ 50% ولا 80%؟ بستهدف كام واحد؟ 10,000 ولا 100,000؟ بستهدف محافظه ولا مصر كلها؟ هو انا هدفي ان ارد الترعه ولا هم ما ينزلوش الترعه؟ ان انا ابطل تخين ولا في محلات السجاير؟ هدفي ايه بالظبط؟ ايه الجول وايه الاوبجيكتيف؟ خلاص. فبالتالي اول حاجه بعمل سيتويشن اناليسيس عشان طريق اربعه ايدنتيفاي، اربع اسئله كل واحد منهم بادئ ايدنتيفاي، اثنين منهم على المجتمع واثنين منهم على وزاره الصحه. اول حاجه على المجتمع ايدنتيفاي الكونسيومر، انت نازل لمين؟ وانت لما تنزل تعمل هيلث اديوكيشن انت تعمل كليه الطب، لما تنزل تعمل هيلث اديوكيشن تقدر تقول عادي؟ اكيد لا. لما تنزل تعمل هيلث اديوكيشن الناس متعلمه، لما تعمل هيلث اديوكيشن الناس مش متعلمه؟ اكيد لا. فلازم تدرس الكونسيومر، لازم الكلاين، الزبون بتاعك، الناس اللي انت نازل لها، لازم تعرف الكاركتر بتاعه التارجت جروب، انت نازل لكام واحد؟ ولما اعمل هيلث اديوكيشن ل 100 زي ما اعمل هيلث اديوكيشن ل 10,000 اكيد لازم تعرف النمبر. لما اعمل هيلث اديوكيشن لناس كبيره زي ناس صغيرين، لما اعمل لميل زي الفيميل لازم تعلمها، لازم تعلمها، لازم تعرف النمبر، الايج، السكس، الاديوكيشن، الكالتشر، مستوى التعليم، السوشيال كونديشن، لازم تعرف كل حاجه في الكاركتر بتاعه الناس بتاعك. يعني تجاوب على سؤال اسمه هو از يور كلاينت، انت الزبون بتاعك مين؟ الكونسيومر بتاعك شكله عامل ازاي؟ ايه الكاركتر بتاعته؟ يبقى اول حاجه ايدنتيفاي الكونسيومر، لازم تعرف التارجت جروب بتاعك، النمبر بتاعهم كام؟ الايج، السكس، الاديوكيشن، السوشيال كلاس، مستوى التعليم، الكالتشر، لازم تعرف كل حاجه عن الناس دي، يعني تجاوب على سؤال اسمه هو از يور كلاينت. بعد كده هتلاقي في الناس دي نيد، هتلاقي محتاجين حاجه واحده ولا نيدز كتير؟ هلاقي نيدز كتير، هلاقي حاجات كتير، وعشان عندنا ليميتد ريسورسز، ما عندناش امكانيات، ما عندناش فلوس، لازم اعمل لها بريت، هحدد النيد وحدد بريت، سيبهم دلوقتي. اول الاثنين دول تعالوا على المجتمع. عندي ازاي اعمل سوشيال اناليسيس بطريقه اربع اسئله،
وكلهم ايدنتيفاي، اثنين على المجتمع واثنين على وزاره الصحه، اثنين على المجتمع ايدنتيفاي الكونسيومر. لازم تعرف التارجت جروب بتاعك، النمبر، الايج، السكس، الادوكيشن، ليفل اوف ادوكيشن، الكالتشر، التراديشن، البليف، تعرف كل حاجه عن الناس اللي نازل لها. لازم تجاوب على سؤال اسمه هو از يور كلاينت. بعد كده تعرف النيد بتاعتهم وتحط لها بريوريتي. بعد كده اثنين على وزاره الصحه، حط لنفسك جول وبجكتيف. قال لك ان الجول ده هو البرود ايم ولا السبيسيفيك ايم؟ الجول ده برود ولا سبيسيفيك؟ قال لك ان ده هو البرود ايم، هو الهدف البعيد الهيلث اديوكيشن. الجول ده مقصود بيه انت عاوز توصل لايه في نهايه الهيلث بروجرام ده. انت في الاند بتاع الهيلث اديوكيشن بروجرام، في نهايه الهيلث اديوكيشن بروجرام انت ناوي توصل لايه الهدف بتاعك؟ يبقى الجول مقصود بيه هو البرود ايم بتاع الهيلث اديوكيشن بروجرام. وقت وانتين تريتش، احنا بنروي ان احنا نوصل، احنا عاوزين نوصل لايه في نهايه البروجرام ده. والهدف ده لازم يكون سبيسيفيك، لازم تكون الناس فاهمه انت نازل لهم ليه. لازم اتكلم عن التدخين، لازم اتكلم عن الهرس، لازم اتكلم عن هباتيتس بي، هباتيتس سي، لازم يكون الهدف بتاعك اندرستاندبل، مفهوم باي ذا ليزنر، الناس نفسها فاهمه هي جايه متجمعه قاعده تسمعك ليه. بس ما تجيش تتفاجئ بحاجه ثانيه، عشان الناس اللي بتتدرج هي الناس اللي عاوزه الحاجه دي او الناس اللي كونسيرند بالحاجه دي. فلازم الناس كل الناس اندرستاندبل انت طالب منها ايه. ثاني حاجه، هل ينفع مثلا واحد يكلمني قبل الامتحان ب 10 ايام وانا ضايع وعاوز احط اي حاجه انجح، احط له خطه اني راجع الكومنت اربع مرات في 10 ايام؟ لا، احط له خطه بتاعت الاول طبعا ما ينفعش. لازم الخطه بتاعتي او الجول بتاعي تكون بتناسب الكابابيلتي، بتناسب الامكانيات والقدرات بتاعت الناس اللي عندي. في ناس اكلمها عشان عاوز اقلل التدخين عندهم نسبه 100%، في ناس عاوز اقلله 80% بس، في ناس لو قللته نسبه 10% هبقى مبسوط ووصلت الهدف. بالتالي لازم الهدف بتاعي يكون ماشي مع الكابابيلتي. وات ذا ليرنر ويل بي ايجول تو دو، الناس دي هتبقى عاوزه تعمل في المستقبل او هتقدر تعمل في المستقبل. فاول حاجه يكون اندرستاندبل، تاني حاجه يناسب امكانياته، يناسب الكابيلتي، يناسب وات ذا ليرنر ويل بي ايبل تو دو، هيقدر يعمل ايه في المستقبل. لازم الهدف بتاعه يكون واقعي رياليستيك وسهل التقييم ايفالويت. خلاص، فاول حاجه الجول وبلغ لك ان الجول ده هو البرود ايم، هو الهدف الاساسي او البعيد للهيلث اديوكيشن. كلام مش جديد، احنا بنروي نوصل لايه في نهايه الهيلث اديوكيشن بروجرام. كلام مش جديد. بعد كده لازم يكون سبيسيفيك، يكون اندرستاندبل باي ذا ليرنر، الناس فاهمه هي عاوزه انت عاوز منها ايه. لازم يكون بيناسب الكابيلتي والابيلتيز بتاعتهم، لازم يكون بيناسب وات ذا ليرنر ويل بي ايبل تو دو، الناس دي هتقدر تعمل في المستقبل. لازم يكون رياليستيك اند ايفالويت. يبقى اول حاجه حدد الجول والاوبجكت. ثاني حاجه على وزاره الصحه تحدد الريسورسز بالفلوس، هجيب فلوس منين، محتاج فلوس قد ايه. خلاص، احدد الريسورس. قال لك عندي فاكتور كتير ممكن تزود الريسورسز او تقلل الريسورس. البرنامج مثلا اللي هتكلف 10000 ممكن تكلف 10000 وممكن تكلف 100000. بناء على ايه؟ اول واحده بناء على الانديكيتور، الدكتور اللي هيتكلم، الدكتور ده جاي بلاش ولا عاوز فلوس؟ ايه الكاركتر بتاع الهيلث انديكيتور؟ ايه الرول بتاعه؟ الناس دي جايه متطوعه ولا محتاجه فلوس؟ اصل لو جايه متطوع يبقى قلل الريسورس، لو جايه فلوس هزود الريسورس، صح كده؟ بعد كده حاجه على الناس، ايه الكابابيلتي؟ ايه قدره الناس دي؟ وي كان بيلت اون ذيم، ممكن نعتمد عليهم ولا لا؟ الناس ممكن توفر لي قاعات، توفر لي داتا شو، توفر لي اماكن، توفر لي كراسي، تغدي الناس، تدي تبرعات، الناس دي هعرف اعتمد عليها ولا لا؟ لو هعرف اعتمد عليها هتقلل الريسورس بتاعتي، لو مش هعرف انا اشيل كل حاجه هزود ريسورس. طيب بعد كده المجتمع، البيبول، الناس اللي ممكن تاثر على الكلاينت بتاعي. الناس دي جت دخلت قعدت الاوضه وكلمتها عن اضرار التدخين، فطلعوا مقتنعين بنسبه 80% ان التدخين وحش، باقي بس كام؟ 20%. راح قعد مع صاحبه على القهوه ضيع 80%، فبالتالي كده هزود الريسورس. راح قعد مع زوجته في البيت ادخل 20%، كده هقلل الريسورس. الناس ممكن تاثر على الكلام بتاعي سواء بالبوستيف او بالنيجاتيف. لو المجتمع واقف معايا فبالتالي هقلل الريسورس، لو المجتمع واقف ضدي انا بقول له كلام ويقول له في الشارع يقول له كلام عكسه او يضيعوا الكلام ده او يضيعوا الكلام ده هضطر اكلمه تاني وتالت، فبالتالي بزود الريسورس. ان البيبول اللي ممكن تاثر على الكلاينت، زي ما قلت لك واحد جه وقعد يتكلم معايا اتكلم معاه عن التدخين افترض نسبه 80% ان التدخين وحش كده، بس هيجي لي بكره 20% وهيبطل تدخين. راح قعد على القهوه صاحبه اقنعه ان التدخين حاجه جميله، فبالتالي ضير ال 80 فاضطر اجيبهم من الاول. لكن لو راح قعد مع صاحبه والله فعلا ده كلامه صح ده التدخين وحش، وقف في صف كده دود ل 20% كده هقلل الريسورس. يبقى البيبول اللي ممكن تاثر اللي كان افكت الكلاينت بتاعي. دكتور مش المفروض لما البيبول يكونوا معايا كده انا بزود الريسورس؟ لا، بقلل بزود الفلوس امكانيات انا، بس الفلوس اللي هصرفها بقللها. هو مقصودنا بكلمه ريسورس الفلوس اللي هصرفها على المجتمع بقللها وبزودها. لا لا مش لازم، ما كده ما هو ضمن الموارد بتاعتي. ما هو لما كل الناس دي من ضمن الموارد بتاعتي كده الوزاره هتقلل الفلوس اللي هتصرفها. هي هي ها وصلكوا؟ بقول حاجه على الدكتور
الكاركتر بتاعت الهيلث اديكيت والرول بتاعه الشخص ده جاي لي ببلاش ولا جاي لي بفلوس، محتاج مسج كتير او محتاج ماتيريال كتير او كومنت كتير ولا محتاج تشانل معينه، محتاج جهاز داتا شوب، محتاج كمبيوتر، محتاج عجلات معينه، محتاج بوستر معين ولا لا. كل الحاجات دي هتقلق وازود الريسورس، تبقى حاجه على الدكتور. بعد كده حاجه على المجتمع او على الناس، الناس اللي جايه للكلاينت نفسها، الناس دي ايه الكواليتي بتاعتها، ممكن نبلت وننزل نعتمد عليهم ولا لا، يوفروا لي مكان، يوفروا لي قاعات، يغدوا الناس، يدوا تبرعات، يوفروا بوستر، يطبعوا ورق على حسابهم، ممكن يساعدوني ولا لا. بعد كده المجتمع، البيبول اللي ممكن يأفكتوا الناس بتوعي، ممكن يعمل انفلونس او يأفكت الكلاينت بتاعي. بعد كده اتنين على الوزاره، البوليسز والبلان، الخطه انا حاططها لمده اسبوع ولا شهر، حاططها لقريه ولا محافظه ولا الجمهوريه كلها، حاططها بفرق ماتيريال كتير ولا بفرق ماتيريال كتير، البلان نفسها، الخطه نفسها، خطه طويله المدى ولا قصيره المدى، التارجت بتاعي عدد كتير ولا عدد قليل، ناس متعلمه ولا ناس متعلمه، كل ده هيزود او هيقلل الريسورس. خلاص انا اصلا دلوقتي جوازة صحية او جوازة صحة، ايه الماتيريال والفاسيلتيز اللي عندي وايه اللي هضطر اشتريه؟ انا عندي جهاز شو، عندي مستر مطبوع بالفعل، عندي ناس هتتكلم ببلاش، عندي مكان هقول فيه، ولا كل الحاجات دي هتاجرها واشتريها، فبالتالي هزود الريسورس. خلاص يبقى ازاي اعمل سيشن اناليسيس اربعه على الاطفال، اعمل ادفايل للكونسيومر، اعرف الكاركتر بتاعك تارجت جروب، اعرف النمبر والايج والسكس والاديوكيشن، مستوى التعليم، السوشيو ايكونوميك، التالنت تراديشن، البليف، اعرف كل حاجه عن التارجت جروب بتاعي، يعني اجاوب على سؤال اسمه هو از يور كلاينت. بعد كده اعمل ادفايل النيد والبريوريتي، كده اتنين على المجتمع، وكده اتنين على وزاره الصحه، هتحدد لي الجول والاوبجيكتيف، الجول ده هو البرود ايه بتاع الهيلث اديوكيشن، احنا عاوزين نوصل لايه في نهايه الهيلث اديوكيشن. خلاص الجول ده او الاوبجيكتيف ده لازم يكون سبيسيفيك، يكون اندرستاندبل باي ذا ليدر، الناس فاهمه انا عاوز ايه، الناس فاهمه الهدف اللي هو نجم محتوى. بعد كده يكون بيناسب الكابيت بتاعته، يناسب وات سبيبل والبيبل تو، الناس دي هتقدر تغير ولا هتقدر تفكر في نشاط تفكر تقيل، الناس دي واحد بيدخن بس تفاريح كده كل مثلا اسبوع ياخد سيجاره، فده ممكن اكلمه بطل تدخين خالص، لكن الشخص اللي بيدخن ادكشن انا بس اقنعه انه بطل ادكشن كفايه، فبالتالي الجول بتاعها هيتاثر حسب الكواليتي بتاعت الناس، الناس دي هتقدر تبطل تدخين ولا لا، وات ذا بيبل ويل بي ايبل تو دو. وبعد كده ايه؟ يكون ريلستيك ويكون ايفالويشن، يكون هدف واقعي ينفع يتحقق وسهل نعمل له ايفالويشن. بعد كده حدد الريسورسز، حاجه على الدكتور، اعرف الكاركتر والرول بتاع الهيلث اديكيتور، لو كل محتاج مني فلوس، كل ما كنت جايبه فلوس، كل ما هاخد قدره لنفسه هزود الاديكيتور او هزود الريسورس. حاجة على الناس، الناس كابيت قدرتهم وكان بيلت وزم ممكن نعتمد عليهم ولا يوفروا معدات، يوفروا اماكن، يجمعوا لي الناس، يطبعوا لي بوستر، يغضوا الناس، يوفروا لي فلوس، يطبعوا لي راعي الفلوس ولا مش هينفع. بعد كده الناس، المجتمع، البيبل اللي ممكن يأفكتوا الناس بتاعك او الكلاينت بتاعك، وادينا على وزارة الصحة البوليسز والبلان، الخطة بتاعتي هدفها كام، 10 ولا 100,000، هدفها 3 ايام ولا 10 ايام، هدفها مجتمع ولا قرية ولا محافظة ولا كل مصر كلها، فبالتالي الخطة نفسها البوليسز والبلان هتفرق. اخر حاجه الماتيريال دي هي عندي ولا هشتريها، ايه الافيلبل ماتيريال عندي في السيلز. خلاص مشكله كنا مفوتين النيد والبريوريتي، مش هتذاكر قرايه بس، الجدول ده بقى قرايه بس مش هتذاكر. قال لك اول حاجه حدد النيد باربع اسئله برضه، اول حاجه وات صور نيد از ات، ايه ده تيجي جنب العربي الناس محتاجه ايه؟ ايدنتيفاي النيد، ايدنتيفاي النيد، هنعمل ايدنتيفاي النيد باربع اسئله. اول سؤال ايه نوع الحاجه او ايه نوع النيد الناس اللي محتاجاها؟ الناس دي محتاجه ايه؟ هعرف منين؟ ممكن بروفيشنال يقول لي صح كده؟ اروح للعياده الصحيه اتكلم مع الدكتور الناس دي محتاجه ايه؟ ممكن الناس هي حاسه هي بتفيد انها محتاجه كذا، او اروح للدكتور واقول له هات لي عدد الناس اللي عندك، فلقيت مثلا الناس اللي بتكشف وحده النساء او في عياده النساء 10، اللي بيكشفوا في الاطفال 100، يشوف العظام 15 او 19، يشوف الجراحه 12، كده الناس محتاجه حاجات لها علاقه بالاطفال، فبالتالي ممكن اعرفها من اليوزز والسيرفيس، الناس بتستخدم انهي حاجات اكتر، بيستخدم انهي عياده اكتر، بتتعرض على انهي مستشفى اكتر، فبالتالي ممكن البروفيشنال يقول لي او الناس او من اليوزز والسيرفيس. كده انا عرفت الناس دي غالبا محتاجه ايه؟ ارجع اتاكد هو ايه بيصدق ده هيحدد ان دي فعلا نيد ولا لا؟ الناس محتاجه الكلام ده ولا لا؟ ممكن اخد راي البروفيشنال. والله انا لاحظت الناس دي اكتر على الاطفال، ايه رايك؟ هتكلم على الاطفال ولا في حاجه ثانيه محتاجاها اكتر؟ اروح للناس في الشارع، والله انا لاحظت في الوقت اللي انتوا بتتردوا اكتر على الاطفال، اعمل لكم برنامج توعيه عن الاطفال ولا حاجه اكتر؟ والافضل ان اخد راي الاثنين، فبالتالي ممكن اخد راي البروفيشنال او راي الناس او راي الاثنين او البوست، والافضل ناخد راي الاثنين. يبقى اول حاجه هو صور تفريق ازاي الناس دي محتاجه ايه؟ ممكن اجيبها من البروفيشنال او من البيبل او من اليوز اوف سيرفيس. بعد كده هحدد الناس دي محتاجاها فعلا ولا لا؟ مين هيقول الكلام ده؟ مين اللي هيحدد؟ يا اما بروفيشنال الدكتور يا اما الناس، والافضل ناخد راي الاثنين. طيب رحت للدكتور قال لي اه ده الناس محتاجه
اطفال اكتر. قلت له ايه دليلك؟ ايه الجراوند؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ عندك ايفيدنس؟ عندك دليل؟ عندك داتا على ناس الناس بتتكرر على الاطفال؟ عندك تيبل؟ عندك فيجر؟ عندك دليل ان الناس محتاجه الكلام ده ولا لا؟ ولو ما عندكش ممكن اروح اقول لك بعد اسبوع تيجي لما تلي الداتا اقول لك مثلا رحت للدكتور بس قال الناس محتاجه اكلمه عن الهرس. ايش معنى اصلا مش حد هسه كتير؟ ايه الدليل؟ عندك ريكورد مسجل فيه اسماء الناس عندها الهرسيا؟ عندك داتا الكلام ده؟ عندك فيجر بالكلام ده؟ ولو مش موجود ممكن اروح وارجع لك بعد اسبوع تقول لي جمعت لي اسماء الناس دي، جمعت لي داتا عن الناس دي، فقلت لي بساله عن الجراوند، عن الريفرنس، عن الداتا، عن الفاكت، عن التيبل. لو الحاجات دي مش موجوده بساله عن البوسيبيليتي اوف كولكشن، تعرف تجمعها لي ولا لا؟ خلاص وصلت المشكله. المشكله دي تتحل بالهيلث اديوكيشن ولا ما تتحلش؟ ما هو الهيلث اديوكيشن مش هيحل كل حاجه. افرض مثلا لقيت ان المشكله ان المدرسه ما فيهاش، ان البلد دي ما فيهاش مدارس، ان الشباب عايزين يتوظفوا، ان الدخل قليل، هل الكلام ده هيلث اديوكيشن؟ لا. فبالتالي هشوف الهيلث اديوكيشن يعرف يحلها ولا ما يحلش. قال لك ان الهيلث اديوكيشن مش هيحل كل بروبلم. اول حاجه احدد النيد باربع اسئله. اول سؤال وات سورت اوف نيد از ات؟ ايه نوع الحاجه اللي الناس محتاجاها؟ الناس دي مشاكلهم محتاجين ايه؟ مين اللي هيقرر لي الكلام ده؟ لان بروفيشنال لما الناس والافضل الاثنين. ايه دليلك ان هم عايزين دي مشكله او انهم محتاجين حاجه الفلانيه؟ عندك داتا، عندك فيجر، عندك تيبل، عندك ايفيدنس. لو الكلام ده مش موجود تعرف تجمعه ولا ايه البوسيبيلتي في كولكشن؟ تعرف تجمع الكلام ده بعد اسبوع اخده منك ولا ما تعرفش؟ خلاص؟ لقيت فعلا في مشكله والبروفيشنال قال انها مشكله والناس قالت انها مشكله وفي دليل على انها مشكله، المشكله دي تتحل بالهيلث اديوكيشن ولا ما تتحلش؟ مشكله؟ طب هلاقي مشاكل كتير، هبدا اعمل لها بريورتي. اول ثلاثه اكتب عليهم البروجرام. في الجدول صفحه كام كده؟ صفحه 19. خدنا فوق نحدد النيد، بعد كده نحدد البريورتي. خلاص؟ في النيد عشان ما تقعدوش كده كتير، احفظ لي الاسماء بس اللي بالاحمر بس. وات سورت اوف نيد از ات؟ اكتب لي جنبها الناس محتاجه ايه؟ بعد كده هو ديسايد ذات ذير از نيد؟ مين اللي هيقرر الكلام ده؟ اللي جنبها وات ار ذا جراوند؟ ايه دليلك ان دي مشكله؟ اخر واحده تتحل بالهيلث اديوكيشن ولا لا؟ اول حاجه الناس محتاجه ايه؟ مين اللي هيقرر الكلام ده؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ تتحل بالهيلث اديوكيشن ولا لا؟ بعد كده هعمل بريد. وانا بعمل بريد وانا بعمل اولويه وانا بختار مشكله واحده هختارها بناء على ايه؟ اول حاجه هي هيلث بروموشن بروبلم ولا سوشيال بروبلم؟ يعني المشكله دي تتحل بالهيلث اديوكيشن البروجرام بتاعنا يحلها ولا ما تتحلش؟ ولا هي حاجه لها علاقه بالسوشيال، بالفلوس، بالتعليم، بالمدارس؟ اول حاجه بعمل بريد وانا بختار مشاكل. المشكله دي تتحل بالهيلث بروموشن، تتحل بالهيلث اديوكيشن، ولا هي مرتبطه بالسوشيال عن حاجات تانيه؟ خلاص؟ طيب لو هي بتتحل بالهيلث اديوكيشن، البرنامج الهيلث اديوكيشن ده افكتيف ولا في حل احسن منه؟ يعني مثلا الناس بتنزل الترع في جامعه لسه، ايه الافضل اتكلم مع الناس ولا اخدم الترع؟ فبالتالي هنا الهيلث اديوكيشن مش هو الافكتيف، في حاجه في حل تاني مور افكتيف عنه. اول حاجه بشوف المشكله تتحل الهيلث اديوكيشن ولا لا؟ لو تتحل الهيلث اديوكيشن هو الموست افكتيف ولا عندي حاجه افكتيف اكتر منه؟ ها مشكله؟ طب لو الحل ده افكتيف ينفع يطبق مع الناس دي كان بيدن وزيز جروب ولا لا؟ الناس دي هتسمعني ولا مش هتسمعني؟ الناس دي عندها قابليه انها اعمل لها هيلث اديوكيشن ولا لا؟ يبقى اول ثلاثه على البروجرام. البروجرام ده هيحلها ولا مش هيحلها؟ ولو هيحلها هو افكتيف ولا في حاجه احسن منه؟ ولو افكتيف هينجح مع الناس دي ولا مش هينجح؟ هو ده على هيلث اديوكيشن البروجرام نفسه. اول حاجه هي المشكله دي هيلث بروموشن ايشو، حاجه لها علاقه بالهيلث بروموشن تتحل بالهيلث اديوكيشن، ولا حاجه لها علاقه بالسوشيال فاكتور مثلا ما فيش وظايف، ما فيش تعليم، ما فيش فلوس، ما فيش مدارس، حاجه ما تتحلش بالهيلث اديوكيشن. ولو تتحل بالهيلث اديوكيشن هو الموست افكتيف ولا في حل احسن منه؟ ولو هو افكتيف هينجح مع الناس دي ولا مش هينجح؟ خلاص؟ بعد كده اربعه على الناس، على البروجرام نفسه، على التيم نفسه اقصد. واول ثلاثه على البروجرام الهيلث اديوكيشن بروجرام، اخر اربعه على الهيلث اديوكيشن تيم، الفريق بتاعنا الدكاتره بتوعي وزاره الصحه. اول حاجه احنا عندنا نوليدج، عندنا المعلومات، عندنا الماس زي ما الماس، عندنا الماتيريال، عندنا ريسورسز، عندنا الحاجات دي ولا مش عندنا؟ ها اول حاجه عندنا نوليدج، عندنا ريسورسز، عندنا التراديشن، عندنا الحاجات اللي اقولها للناس ولا مش عندي؟ ولو عندي، عندي المين اوف بريفنشن ولا لا؟ انا هنزل اتكلم على الناس عشان يبطلوا التدخين، انا عندي نوليدج هقولها للناس، بس ما عنديش ادوات تساعدهم هم يبطلوا التدخين. فكده هنزل اتكلم على الناس هم ما ينزلوش الترع، فتاني انا عندي نوليدج، بس ما عنديش الوسائل اللي اقدر اتدخن بيها الترع، ما عنديش قانون يجرم الناس تنزل الترع، انا عندي مين اوف بريفنشن، عندي وسائل اعمل بيها بريفنشن ولا ما عنديش؟ ولو ما عنديش دونت ترابل ذا ترابل انزل ذا ترابل ترابل.
لو ما عنديش دونت ترابل ذا ترابل اند ذا ترابل ترابل يعني ما تروحش المشكله لحد ما المشكله تجي لك. ولا بالظبط احنا لو ما عندناش انت ليه تعمل ورث تقلق الناس دي؟ تقومهم من موتهم سيبهم نايمين. انت لو ما عندكش حاجات كلها سيبهم نايمين خلاص. طيب لو هتعمل حاجه فعلا هتبدا مطلع من الناس بتاعتك انتهت ولا هتبدا من الاول؟ لازم تعرف الناس اللي قبلك عملت ايه وتكمل عليهم. وانت كتيم اول حاجه تسال نفسك عندك النولج، عندك الريسورسز، عندك المعلومات، عندك الانفورميشن ولا لا؟ لو عندك عندك النولج طب عندك المينيم بريفنشن، عندك الحاجات اللي هتعمل بيها بريفنشن ولا لو ما عندكش تعب نفسك ليه؟ واي دوورز تعمل ايه؟ لا تعمل مين ترابل خلاص. اخر حاجه لازم تبدا من مطرح من الناس انت. طبعا كلام كله خرف، كلام جرايد، كلام تنميه بشريه محدش فاضي. خلاص انا هعمل ايدنتيفاي نيد وايدنتيفاي بريت ادنت فيد الاربع اسئله وات سورت اوف نيد الناس محتاجه ايه، خد سايت من هيقرر ان الدي نيد الجراوند ايه دليل على ان الديني اخر حاجه تحل ولا تحل في الاستيجيشن والبريت اكتب اي حاجه عشان ما حدش يفضل الكلام خلاص. وتاني خدنا الاستيجيشن خلاص مش هعمل مش عارف مش عارف. بعد كده خدنا الجول، خدنا الاستيجيشن وخدنا الجول. اهم سؤال تحس النهارده هو الهيلث اديوكيشن جول. اهم سؤال تحس النهارده هو الهيلث اديوكيشن جول السبع اهداف. بعد كده خدنا الكونسبت وخدنا الدايمنشن. الدايمنشن ده سؤال نظري. بعد كده خدنا ان اساس عمليه الكوميونيكيشن، اتكلمنا شويه عن الانفورميشن سورس وعن المسج وعن الشانل والكلام ده ام سي كيو ما يجيش نظر. بعد كده عملنا سيشن اناليسيس وكل الكلام ده في الاناليسيس انفورميشن بس اسماء بس ما حدش يخش في التفاصيل. وحسيت النهارده الهيلث اديوكيشن جول والدايمنشن اوف هيلث اديوكيشن بس والباقي كله قرايه وكلام ده ماشي خلاص. المواعيد